لم تقدم الحرب شيئا غير الدمار، وذلك ما يدفع بالمراكز والمنظمات المدنية إلى القيام بمواكبة الأحداث المتسارعة في هذا الجانب، وأيضا محاولة توثيقها وإعلانها للرأي العام. نلاحظ أن كمية التدمير للمتلكات العامة والخاصة بشكل كبير جدا. تعمدت ميليشيا الحوثي والمخلوع باستهداف مرافق الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، إما من خلال تمركزها بهذه المؤسسات أو من خلال تخزينها للأسلحة أو من خلال تمركزهم في داخلها وجعلها مواقع عسكرية لقنص المارة أو مواقع عسكرية لاستهداف المنازل السكنية في المدينة. هنا أرقام مأهولة وإحصاءات أصدرتها منظمة أهلية في تقرير حقوقي عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء الحرب خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2015. لم تنتهي الحرب بعد، ومن الطبيعي لن يتوقف التدمير الذي طال أغلب أحياء المدينة، فما زالت الميليشيات الإنقلابية تقصف المدينة بمختلف الأسلحة الثقيلة، ولا يزال ناشطون يقيدون كل يوم أرقاما جديدة بشأن الضحايا والخسائر التي تلحق بالمدينة والمحافظة بشكل عام. ليبقى السؤال الأبرز الآن، إلى متى ستظل هذه المحافظة ترزح تحت وطأة القصف والتدمير؟ مهما تنوعت المنظمات وناشطها، ومهما بذلوا مزيدا من الجهد لتوثيق الخراب في تعز، يبقى الأمر خاضع تماما لتوقف حرب الميليشيات الإنقلابية التي تسعى إلى المزيد من الدمار. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.